في العام 2017 ميلادية حولت ميليشيات الحوثي بيت الطفل عبد المجيد عبد حسن الزعتري في موزع غربي محافظة تعز إلى ثكنة عسكرية، فنزح إلى المخا باحثا عن الأمان والسلام مع بشائر تحريرها من الميليشيات المدعومة من إيران. طاقم قناة الجمهورية زار عبد المجيد في أحد ضواحي المخا، فوجده يرعى أغنامه جوار مسكنه ليسرد لنا تجربته الأليمة مع الألغام التي زرعتها ميليشيات الإجرام الحوثية. خرجت أنفع البيت، خرجت تركت لعبة بزيتها ودريت بنفسي إلى انفجارا وتسعفون على داخل عدن. حويت يومين ولا أدري بحاجة، أتى بعد أنا بي سنين واتفاجأ، قال لي مالك ما قريبك؟ قلت له حصلت لعبة بالزيت ألعبها. قال لي نحن أنا ما أنا مصدق إنها يدك راح. زل عني فترة وما أنا مصدق وأنا ما أنا مصدق. أمي وأبي مقهورين وأنا مقهور على نفسي، وعني متأثر وخايف على الجهلة اللي يخرجوا هذا النين من الألغام من العبوات من هذا اللي زرعها الحوتي. وبعد ما قدرت أشكى ولا حاجة يعني معوها، جلست هنا لربي حمام ودقاق وغنم وذا. يزرعوا لنا عبوات، يزرعوا لنا ألغام، يزرعوا لنا، إحنا ما ذنبنا بالله عليك. لا تعرف، طيب خرج جاهل أبرات تقول له تعال، خرج جاهل كذا تقول له تعال، لا يعرف يلعب مع أصحابه، لا يعرف يتحرك ولا يخرج أي مكان، لا على خايفين من العبوات حق الحوثة. متفجرات على شكل لعبة، ذهب الطفل عبد المجيد لأخذها وما أن لمسها حتى انفجرت مخلفة طفلا بذراع واحدة وقدم ترافقها الإصابة مدى الحياة، وأسرة حزينة على مصير صغيرها الذي ترك الدراسة لاحقا بسبب تنمر زملائه في المدرسة. نتمنى أن الباقي يعيشوا سلام، ما عدا نشيش اللي يقولون كسرن واللي يقولون كرح بلغم وذا، نشتي يسد اللي احنا اللي كذا حصلنا فينا. الباقي ما عدا نشانش، كل واحد ربي يحفظه، ونشي الحرب يوقف ونبقى على عملنا الأموري، ما نشيش لا حرب ولا حاجة، كل يوم احنا شاردين وهاربين.